أهالينا ده اسم مهرجان انطلق في محافظة الشرقية وتحديدا في مدينة هيهية بمشاركة فرق فنية متنوعة ما بين فنون شعبية وكورال مواهب وعروض للعرايس. ده بخلاف معرض للكتاب ومحاضرات وورش عمل في مدينة كانت محرومة تماما من الخدمات الثقافية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن مهرجان أهالينا من الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك. اهلا، صباح الخير والسعاده وحضراتكم، واهلا وسهلا بيكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. الهيئه العامه لقصور الثقافه يعني وبناء على التوجيهات الاستاذ الدكتور احمد فؤاد سنو، بدانا في الحقيقه مجموعه من الفعاليات في كل حته في مصر. احنا بدانا مهرجان اهالينا الصيفي في مدينه هاهية، وهي مدينة صغيرة في الشرقية، أثر الثقافة بتاعها لسه تحت الإحلال والتجديد والإنشاء. فالفكرة الأساسية لقوافل أهلنا الثقافية الوصول بالخدمة إلى الأماكن المحرومة من المواقع الثقافية والقرى تحديدا يعني، وذلك عن طريق إحنا عندنا قوافل ومسارح متحركة بنستطيع ان احنا نوصفها في اي اماكن ونبدا عملنا. هو ده اللي حصل بالتعاون ما بيننا وما بين الشباب والرياضه وباقي قطاعات. طبعا يمكن ده تحقيقا لفكره العداله الثقافيه اللي بقالنا فتره بتتكلم عليها الدوله المصريه، او الفكره بتاعه انه كل الاماكن هتوصل لها كل المهرجانات، سواء ثقافيه سواء فنيه سواء رياضيه، في كل المحافظات بعيده او قريبه هتلاقي المهرجانات اللي موجوده. بالضبط، هو ده برنامج اساسي من برامج الدوله المصريه، وهو العداله الثقافيه، وهي وصول الخدمه الثقافيه الى كل الناس. يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، في الوقت اللي فيه هي بكره هيبقى ان شاء الله برنامج العالمين، مهرجان العالمين، في الوقت نفسه هيطلعوا من العالمين على صيف بلدنا في المدن الساحلية المختلفة علشان أيضا نقدم فيها برامج. في الوقت نفسه بكرة أيضا هيبقى في أسبوع لشباب سينا إن شاء الله في أبو زنيمة. الخدمة الثقافية بنتحرك بيها إلى كل الناس. أيضا هيبقى في أسبوع قريب جاي لبرنامج أهل مصر لأطفال الأماكن الحدودية. أيضا هيبقى فيه إن شاء الله بدأنا أو عدينا برنامج ل 44 قرية في المنيا للمواطنة. يعني الهيئة العامة لأصول الثقافة إن شاء الله إيديها موجودة في كل مكان في مصر بإذن الله. جميل، يعني هي المحطة الأولى لكن ليست المحطة الأخيرة، هنشوف محطات تانية وقرى ووصول للخدمة الثقافية لمختلف القرى والأماكن في محافظات مصر المختلفة. أستاذ محمد، احنا عايزين نبارك لحضرتك يعني رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، المنصب توليته منذ أيام قليلة مع الحكومة الجديدة، مهمة ثقيلة جدا. قصور الثقافة هي الثقافة الجماهيرية زي ما كنا بنعرف زمان، إن أصل بخدمة الثقافة لكل مواطن مصري في الأماكن النائية في القرى والنجوع. الخطة المستقبلية، أهم الملامح الفترة اللي جاية اللي هتشتغل عليها هيئة قصور الثقافة إن شاء الله. هو بإذن الله يعني إحنا بدأنا ملامح الخطة زي ما حضرتك شفت كده في مجموعة المهرجانات اللي إحنا اشتغلنا اللي إحنا قلناها. ايضا عندنا في باذن الله ثلاث مسابقات مهمه تم اطلاق منها، وهي مسابقه مصر تقرا عشان الصيف لثلاث فئات من الاطفال والشباب الصغير والشباب الكبير، وايضا مصر ترسم تم اطلاقهم، وبنجهز باذن الله لخطه جديده او لمسابقه اخرى وهي انا رقمي. ده في اطار برنامج وتوجيه فكرة الرقمنة لابد ان هي تتواجد وتعود وترجع بقوة. ايضا فكرة التدريب ان شاء الله من الملامح المهمة جدا للخطة دي، وبيهتم بها الدكتور احمد فؤاد هني، على اعتبار ان احنا بنستثمر في الانسان، وعلى اعتبار ان ده يعتبر برنامج اساسي وهو برنامج تطوير المؤسسات. تطوير المؤسسات مش بنا بس، صحيح، أو تجديد، لا ده تطوير المؤسسات هو أيضا تدريب في الوقت نفسه، الصيانة ده عامل مهم جدا
على اعتبار ان احنا مش نبني الاماكن ونسيبها، لا، ده فكره الصيانه يجب ان هي تكون دائمه ومستمره، لان عاملين اثنين في الحقيقه هم اللي بيشدوا اي عمل ناجح، هي فكره التدريب وفكره الصيانه بشكل دائم باذن الله. اذا احنا بنعيد قراءه ميزانيتنا وبنعيد توجيهها مره ثانيه لاستحقاقاتها، يعني بمعنى ان احنا في انشطه انا ممكن اكون محتاجها دلوقتي اكثر من وقت ثاني، فبنعيد قراءه ميزانياتنا مره ثانيه وبنعيد توجيه هذه الميزانيات للانشطه الضروره والملحه اللي احنا محتاجينها في اللحظه اللي احنا موجودين فيها. من الانشطه المهمه كمان لهيئه قصور الثقافه نشاط النشر، يعني دايما الاصدارات او السلاسل اللي بتخرج من هيئه قصور الثقافه بتبقى كتب في سلاسل مختلفه في التراث وسلاسل العربيه وغيرها باثمان يعني في متناول الناس، وكان دايما في سؤال انه ليه ما بتصلش الى كل الاماكن منافذ التوزيع، هل هيبقى في مراجعه لسياسه النشر في هيئه قصور الثقافه؟ بالتاكيد، بس هو ما كل ما ينشر في الهيئه العامه لقصور الثقافه الحمد لله بيباع الان. يعني نسب توزيع الهيئة بتعتبر من النسب العالية جدا، مع اعتبار أن الكتاب صناعة ثقيلة حضرتك أحمد، على اعتبار أن الكتاب المفترض في دورته يعني ليس من السلع التي تطرح الآن وتباع الآن في ثانية. صحيح. لا، اللي هو كتاب صناعة ثقيلة بياخد دورة على الأقل سنة وبيتباع، يعني إحنا عندنا بعض الإصدارات اللي هي دي بنعتبرها اللي هي عصب إصدارات الهيئة العامة لأصول الثقافة، زي مثلا مجلة الثقافة الجديدة، زي مجلة قطر الندى، كتاب قطر الندى، سلسلة إبداعات وسلسلة أصوات. جميل. وكتب النشر الإقليمي، الست حاجات دول دي بالنسبة لنا أساسيين. صحيح. الكتب الثانية رغم يعني مش عايز أقول لحضرتك عظمة هذه الكتب، زي مثلا الذخائر الذخائر والتراث دي مهمة جدا إلى آخره، ولكن احنا بنعتبرها مكملات لهذه السلاسل اللي انا اتكلمت عليها الاول، اللي هي المفترض انا بعمل مجله لكل الناس في مصر، مجله الاطفال مثلا بتوزع هي ومجله الثقافه بيوصلوا توزيعاتهم من 90 ل 100% يعني الى مرتجع تقريبا. ايضا احنا بصينا على الخطه، خطه النشر، وان شاء الله هيخش بعض الاصدارات الجديده في الفتره القادمه خاصه في منطقه الاطفال، علشان يعني يسد بعض الثغرات المهمه. احنا محتاجين حاجه اسمها النون فيكشن كمان بالاضافه للكتب، الكتب الخياليه، الكتب المعلوماتيه. صحيح. يعني ان شاء الله كل التوفيق في المهمه الجديده، وتصل الخدمه الثقافيه لكل المصريين في كل مكان. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب محمد ناصف رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه.